ان العادة السرية عند المرأة اخطر من العادة السرية عند الرجل. العادة السرية عند الرجل ما فيهاش هذه المخاطرة. المرأة حينما تضع يعني اصبعها او تضع شيئا، بعض الناس تضع اشياء وهذه اشياء هذا تخاطر، خصوصا البكارة يعني مسألة حساسة، وهذا الغشاء يعني ممكن اي عبث به يضيعه ويعرض المرأة للتهمة. هتقول لهم انا كنت والله بعمل كده، مش هيصدقوها، ولابد ان يعني عملت علاقة محرمة مع بعض الشباب، ولابد كذا ولابد كذا، فيعرض الانسان نفسه لتهمة الزنا. المرأة تعرض نفسها لتهمة الزنا يعني، فتفضح نفسها وتفضح اهلها وتكون مصيبة، وربما بعض الاهالي بيعتبروا هذه بلوى يمكن يقتلونها. يعني بعض الناس لا تقف عند حدود الشرع ويأخذهم الغيرة والحماسة، وقد يرتكبون جريمة ويقتلون الفتاة، وإن وقتلها حرام يقينا من الكبائر، لأن حتى لو كانت زنت لا تستحق القتل. أقصى ما فيها أنها تجلد إذا يعني أقرت 4 مرات أو شهد عليها شهود. ولذلك يعني لا أنصح يعني الفتيات أن يلجأن إلى مثل هذا أبدا. الواحدة تصبر، والذي يعني للأسف يعني يغري الفتيات مثل هذا يعني بعضهن يعلم بعضا. يعني واحدة تقول لها أنا عملت كذا، أو أنا شفت فيلم وكان فيه كذا، وبعض القنوات وخصوصا الأوروبية فيها أشياء فظيعة، فضائح يعني جنسية لا تقبل في ميزاننا نحن، وفي أعرافنا، وفي أخلاقنا، في قيمنا، في شريعتنا، مرفوضة هذه الأفلام المفضوحة العارية يعني تماما، والتي لا تبالي ممكن تتعلم هذه الأشياء من هؤلاء الناس. فعلى الفتاة المسلمة أن تلتزم بأمر ربها وتعتني بنفسها، تصوم، تصلي، تتقي الله، تشغل نفسها، تقرأ كتاب نافع، تحضر الدروس، تشتغل في جمعية خيرية يعني تضيع وقتها يعني أو تنفق وقتها فيما ينفعها في الدنيا والآخرة، بدل التفكير في هذا، في تصريف الشهوة ولو في طريق غير مشروع.